وبعدها لما يدخل الشهر نصوم. كيف الجيران والأصحاب؟ كيف كنتم؟ كيف كانوا الجيران؟ احنا والجيران ما شاء الله الزمن الأول أحسن من هذا. كنا نأكل اللقمة جمعة الجيران وال... أما ذا الحين كلن حد وحد نفسه. أيوة. الله يهديهم إن شاء الله يتحابوا. الله يهديهم ويهدي جميع المسلمين. آمين. يا جد محمد، بالماضي الذي راح، تمام؟ أيوة. أكيد حصل لك موقف سعيد بحياتك. إيه. أيش الموقف هذا؟ مقصد صعيب. أيوة. وليت السعودية. صعيب. صعب بحياتك. يلا صعب، نبدأ بالصعب. والصعيب. أيوة. الصعيب ولينا السعودية. أها. أجسينا فترة. وقالي مرض هكذا. الحمد لله. وبعد الحمد لله عاد كان الملك خالد. الملك هذا وين؟ الملك خالد بالسعودية. أها. أيوة. دخلونا للمستشفى وعالجونا بلاش. ما أخذوش ولا ريال. الله يرحمه. والحمد لله. والحمد لله تعالجنا وخرجنا. لا قامت. الله يرحمه. الملك خالد بن عبد العزيز مات. الله يرحمه. قاجة بعده مسمه فيصل وجاء. لا جاء بعده. كم حد أنا كم جاء؟ جاء بعده مسمه. أهم شيء قد عالقك على حسابه. على حسابه. الحمد لله، ربي يسعدهم إن شاء الله ويرحمهم يا رب. الله يرحمهم. الله يرحمهم. والموقف السعيد بحياتك؟ موقف سعيد. الحمد لله موقف سعيد. الحمد لله بالحين احنا سعداء. والحمد لله سعداء بالحين. بس معانا من يوم مرضة الحج حقي لقينا الموقف الصعيب. ان شاء الله ربي يشفيها يا رب، يحول لكم. مريضة جالسة على الفراش ان شاء الله ربي يشفيها. ما بالاسكوجين. ابني معه صغير دكان. ما حصله براس اليومين يسرح جديد بسكوجين بعشرة. الله يشفيها يا رب ان شاء الله. انه ربي يحول لكم بابن الحلال يتكفل بهذه يا رب. الله يبارك فيكم. يا جد محمد، ايش تكلمني من ايامكم زمان لما كان يقول ابو طهوش ومدريمه وما ما شفتش يعني من ابو طهوش. هذه قلنا لي يوم كنت بني سرحة. كان امي تقوم بالفجر. ايوه. لا ذات يوم اتغابي عليها الجو. ايوه. تحسب انه فجر. ايوه. وهو عدولي. اها. وصلت الى طلعه مثل ما هذه الطلعه. ايوه. ولقت الطاهش. الله اكبر.